وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمد شاذي، رئيس وحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بمركز الحبتور للأبحاث. أهلا بك دكتور محمد. أهلا بحضرتك فندم أستاذ المشاهدين. أهلا وسهلا بحضرتك. إذن لو تحدثنا عن الآثار الاقتصادية المترتبة على جر المنطقة لحرب شاملة، خاصة بعد اغتيال العاروري في لبنان أمس، وأيضا بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على ارتفاع الأسعار في مصر. فندم يعني المنطقة أصلا يعني قبل اللي بيحصل دوت كانت كلها مضغوطة بشدة بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. حضرتك لو شفت حتى دول الطوق اللي هم الثلاث دول، مصر والأردن ولبنان، حضرتك هتلاقي جزء كبير جدا من صادراتهم، قصدي من وارداتهم في السلع الغذائية، يعني بتيجي من روسيا وأوكرانيا. في نفس الوقت اللي كان في ارتفاع على سعر الدولار، وبالتالي كان عندنا حاجزين متتاليين، اسعار المواد الغذائيه والطاقه، وكمان اسعار الدولار المرتفعه واسعار الفائده المرتفعه، وبالتالي الدول اصلا الثلاثه دول الطوق بالذات يعني الثلاثه كانوا مضغوطين للغايه. حضرتك لو بصيتي على معظم دول المنطقه، حتى الدول النفطيه منها، يعني مثلا دول الخليج اللي عندها يعني صادرات نفط قويه جدا واسعار النفط مرتفعه، هتلاقي حتى عندها ما زال عجوزات في موازنتها. تخيلي حضرتك المنطقه المضغوطه للغايه دي دلوقتي داخله يعني بتجر جرا، يعني بفعل متعمد والمصالح شخصيه بحته لقاده اسرائيل، يعني للدخول في حروب تضغط يعني تؤدي الى مزيد من الضغوط. وحضرتك هتلاقي حتى انه الاسرائيليين مش بس حتى يعني عاوزين يوسعوا الحرب للاطراف اللي في المنطقه، العمليه اللي حصلت النهارده، عدد كبير جدا من التوقعات اللي حصلت في ايران، يعني عدد كبير جدا من التوقعات بيقول انه الفاعل وراها ما زلنا يعني منتظرين ردود الفعل، لكن يعني قائد الحرس الثوري حالا لسه دلوقتي بيقول انه العمليه اسرائيليه. الكلام ده معناه انه يعني الاسرائيليين عاوزين مزيد من الاطراف ينجروا للمعركه، سواء حزب الله، سواء ايران بنفسها، سواء بقى مزيد من الضغوط الحوثيه. الاطراف دي كل ما تنجر اكتر، كل ما حضرتك هيبقى في اضطراب اكتر في التجاره الدوليه، هنشوف معدلات اكتر لاسعار الشحن، هنشوف معدلات اكتر على السلع المشحونه كلها بحرا. بالاضافه الى ان احنا كمان ممكن نشوف يعني خلاص احنا دلوقتي بقينا متوقعين، العالم كله دلوقتي حابس انفاسه على ان احنا ممكن نشوف مش بس يعني اعاقه للملاحه في باب المندب، احنا ممكن نشوف غرق تام باب المندب من ناحيه، واعاقه للملاحه في مضيق هرمون، وده هتبقى الطامه الكبرى على الاقتصاد العالمي مش على اقتصاد المنطقه بالذات، بس يعني اقتصاد المنطقه لوحده. وبالتالي يعني احنا عمالين زي ما نكون كده بنوسع دايره النار، بنحط يعني مزيد من الزيت على النار المشتعله فعلا، والنار اللي كاويه المنطقه كلها وكاويه العالم كله. معدلات الفقر في العالم زادت خلال الخمس سنين اللي فاتوا، لدرجه انه امين عام الامم المتحده بيقول انه الخمس سنين اللي فاتوا قضوا على جهود التنميه خلال ال 20 سنه اللي فاتوا كاملين. الاهداف الانمائيه للامم المتحده كلها بيعاد النظر فيها وبيعاد يعني تشكيلها. الدول المنطقه وبالذات دول الطوق منها اللي حوالين اسرائيل هي دول مضغوطه للغايه، والتداعيات لسه هتضغط عليها اكتر. وبالتالي كل ما حصل توسع للصراع كل ما الدول الثلاثه هتضغط، وطبعا اهم دوله مضغوطه فيهم واكثر دوله مضغوطه فيهم هي مصر. وعلشان كده يعني القادم اذا القياده السياسيه المصريه يعني ما كانتش بالوعي اللي احنا شايفينه عليه دوت، وضبط النفس الموجود دلوقتي، ويعني امتلاكها لاوراق بتاجل. انا بس بقول لحضرتك يعني احنا مش متاكدين ان الحرب مش هتحصل، مش متاكدين انه لن يجري يعني جر مصر المعركه، لانه اذا يعني تهدد امنها القومي بالشكل اللي التوسعيين والاستيطانيين بتوع اسرائيل بيتكلموا عنه، تهجير شرعي وقصد تهجير طوعي وتهجير قسري والدخول لمحور فيلادلفيا، قد تجد مصر نفسها قدام خيار وحيد وهو الدخول في حرب. اذا حصل ده يعني مع ضبط النفس اللي احنا شايفينه من القياده السياسيه المصريه، هيبقى في ضغوط اكبر. وحتى لو مصر ما انجرتش لحرب مباشره ولا شفنا يعني حروب دفاعا عن الامن القومي المصري، ممكن اطراف تانية تنجر. وانا بقول لحضرتك ان احنا هنشوف دخول للقياده الايرانيه في رد فعل انتقامي، لانه ثلاث خطوات ورا بعض دلوقتي حصل استفزاز ليهم. اول حاجه الاسبوع اللي فات كان في اغتيال لرضا موسوي، الاسبوع اللي احنا موجودين فيه دلوقتي ده
اغتيال لنائب رئيس نائب رئيس حركة حماس. المكتب السياسي نعم. النهارده في عملية موسعة جدا في إيران ميت فيها 80 واحد، وبالتالي الإيرانيين مش هيفضل صبرهم يطول أكتر من كده. بقول لحضرتك إن إحنا نشوف رد فعل انتقامي سواء حالا النهارده أو خلال الأسابيع القادمة. رد فعل الانتقامي ده قد لا يطول إسرائيل لوحدها، قد يطول يعني مصالح إسرائيلية أو مصالح أمريكية في عدد من دول المنطقة، وخاصة منتجات إنشاء منتجات إنتاج النفط ونقله، وبالتالي هنشوف ارتفاعات ربما بشكل كبير جدا لأسعار البترول، وربما ارتفاع بشكل كبير جدا مرة أخرى لأسعار الشحن البحري وأسعار التأمين عليه، وبالتالي المنطقة المضغوطة هيزيد الضغوط عليها. نعم. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمد شادي، رئيس وحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بمركز الحبتور للأبحاث.